السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناجون من البدع، وهذه رسالة لمن نجوا من الديانة الدرزية، الديانة المحدثة. وهذا يعني أظنه موضوع جديد مختلف عن الموضوعات التي عادة يعني تطرح، ولكن أيضا هو داخل في النجاة من الشرور ومن مداخل الشياطين، فنسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخنا محمد بن شمس الدين؟ حياكم الله وبياكم. أود أن أقول لك بعض قصص المهتدين من الطائفة الدرزية إلى منهاج أهل السنة والجماعة. طبعا هذا أخ كريم، أنا سبحان الله ما سألته هل أدل على صفحتك ولا لا، هو مهتم بمسائل العقيدة الدرزية ويرد على أو يدعو الدروز إلى الإسلام وما شابه ذلك، واهتدى على يديه كثير. لعلي أسأله وإذا يعني أحب نشر اسم صفحته أو ما شابه ذلك نضعها لكم. مع أني أنا ماني شاطر في سرد القصص، لكن سأحاول الاختصار والإيجاز في بعض القصص. قصتنا مع دكتور من السويداء، من محافظة السويداء، كان على الطائفة الدرزية واهتدى إلى منهاج أهل السنة والجماعة، وهو من عائلة معروفة وشهيرة داخل المنطقة هناك. هذا الرجل بارك الله فيه، بعد المرحلة الثانوية كانت هناك أسئلة تجول في خاطره وفي تحوم في عقله سبحان الله، والأهل أهل هذا الرجل علمانيين، يعني مفصولين عن أي دين تماما. فسبحان الله عندما سأل بعض أقاربه ممن يقولون داخل المجتمع دول مستلمين دينهم، يعني لم يجد جواب، بل وجد مراوغة، يعني ما يعطوه جواب صحيح ولا جواب يعني يقبله عقل. فعندما يسأل الأهل يقولون يا أخي اتركك من هالسوالف وكذا، والتفت لدراستك وشو بدك بهذا الكلام هلا. فسبحان الله بقيت هذه الأسئلة موجودة في عقله ويريد لها جواب. فقد سافر إلى دول الاتحاد السوفيتي آنذاك ليكمل دراسة الطب. فسبحان الله هو انتقل الآن من مرحلة علمانية إلى مرحلة شيوعية، يعني من بيئة علمانية إلى بيئة شيوعية. ظلت هذه الأسئلة تراوده، لكن سبحان الله في دراسة الطب، عندما درس الطب وجد أن هذه الدول يعني سبحان الله شعوبها لا يوجد بها عقل، لأن هذا جسم الإنسان منظم وله صانع، فسبحان الله الفطرة عنده يعني قالت له مستحيل أن يكون هذا مجرد مصادفة يعني. طبعا أيضا لم يجد جواب للأسئلة، وكان سبحان الله عندما كان هناك سقط الاتحاد السوفيتي، يعني في العام 1990 كان موجود هناك، وبدأت في هذه الدولة الموجود هو فيها بدأت حملات التبشير والتنصير مباشرة، دخلت حملات التبشير والتنصير عن طريق بعثات غربية يعني لنشر المسيحية. أيضا لم يجد هذا الجواب، لم يجد أجوبة لأسئلته عن طريق هؤلاء المبشرون أو كذا، لأنه التقى هناك بالمسيحية أيضا ما وجد أجوبة صريحة ومنطقية. والعجيب أكثر أنه كان في بعض المسلمين ساكنين معه بالسكن الجامعي، ما أعطوا صورة صحيحة للإسلام، حتى قال أن هؤلاء نفس الجهال في منطقتنا يعني داخل طائفتنا، أنه الجهال هناك أسقط عنهم التكاليف فبيشربوا والعياذ بالله وصاحبوا فتيات وكذا، ما عليهم تكاليف وما في شيوخ دين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طبعا الدروز عندهم نوعان للبشر، قسم اسمهم العقال، قسم اسمهم الجهال، يعني متدين وغير متدين، هم يفرقون عاقل جاهل هكذا يقولون. الجهال ما عليهم تكاليف، والعقال حتى يعني ليسوا يعني مكلفين بكل التكاليف، لكن على العموم تصرفات بعض المسلمين فعلا تصرفات إنسان وكأنه ليس عنده دين، منحل عن جميع الشرائع. فهذا الذي يراه يرى ما هذا الدين، يعني إذا ما كان مسلما يقول ما هو دين المسلمين هؤلاء، اللهم استعان. مجرد الدين عندهم عادات وتقاليد ومحتكر لبعض الأشخاص فقط، اللي بده يستلم دينه بده يروح ينعزل عن هذا المجتمع، مجتمع الجهال، ويروح على مجتمع العقال. فقال لك المسلمين هؤلاء نفس الشيء، عندهم
مجتمع جاهل لا يفقه ومجتمع دعاة وطلاب شريعة، هكذا فهمه أو هكذا تبين له من خلال تصرفات العرب والمسلمين هناك. ثم عاد إلى سوريا وبقيت هذه الأسئلة تحوم في خاطره. قدم إلى أحد دول الخليجية للعمل وقبل في أحد الدول، وسبحان الله هناك وجد كل الأجوبة لأسئلتي، وبدأ بدراسة مصادر التشريع الإسلامي. والله الذي لا إله إلا هو قالها لي بالحرف. وجد لكل سؤال وجد له الجواب هناك، ودرس مصادر التشريع الإسلامي بشكل جدي، وسبحان الله اهتدى إلى منهاج أهل السنة والجماعة. حتى عندما كان يعود إلى سوريا في زيارات، يعني يجد إسلاما مختلفا عن الإسلام هناك. يعني مستحيل، ما هذه الصوفية وهذه الحضرات والموالد؟ لأنه أيضا هناك تعرف على سوريين ورجع، فوقت يروح يزورهم في مناطقهم كذا، تزوج هو من خارج المحافظة أيضا، وتعرض للنفي، وتعرض للمقاطعة، وأنك أنت ارتديت. يعني بيقولوا عنهم أنه هو مشرع، يعني خرج إلى شريعة أخرى غير الشريعة الدرزية. فسبحان الله، وهذا من أكبر الامتحانات يعني للمهتدين، يعني أنه سبحان الله ثبت على هذا الدين سبحان الله. فكان يجد فروقات أيضا، درس هذه الفروقات وأصبح يعرف منهاج الأشاعرة والمتردية والمعتزلة. سبحان الله أيضا يعني دفعه هذا إلى تغيير مذهبه داخل المحكمة الشرعية أيضا، يعني غير مذهبه. حتى عندما درس عقيدة الولاء والبراء، فهو الولاء للإسلام والبراءة من الشرك يعني. فأيضا يعني لم يكتفي، مع أنه ما كان مضطر أنه يغير مذهبه بداخل المذهب الشرعي، لكن راح وغير مذهبه وتزوج من خارج المحافظة التي هو فيها، وتعرض للمقاطعة من الأهل والأصحاب والأعمام والأخوال. لكن هذا سبحان الله ما زاده إلا ثباتا، وبدأ بدعوة أهله يعني ومحاججته من داخل مذهبهم أيضا سبحان الله. فكانت هذه القصة، والآن هو ناشط في دعوة قومه إلى الإسلام، وهو يعني رجل ما شاء الله عنه يعني متمكن في العقيدة وفي الفقه، وحائز على ماجستير في الفكر الإسلامي، وما شاء الله عنه يعني رجل متكلم يعني. فنسأل الله له ولنا الثبات. آسف على الإطالة، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يبارك فيك ويجزيك خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأمور أن ديننا العظيم فيه إجابات على كل الأسئلة المتعلقة بالله، المتعلقة بالنبوات، المتعلقة بأصول الدين. وعندنا سلسلة مختصرة فيها إجابات هكذا يسيرة على كثير من الأسئلة التي تطرح، سلسلة طريق الإيمان. وأي سؤال يطرحه الإنسان سيجد عليه في الإسلام جواب، من الإسلام، من القرآن، من السنة، من كلام السلف رحمة الله عليهم. فالدين الواضح، الدين الموافق للفطرة، الدين النقي هو الإسلام. أما هؤلاء يذهبون إلى يعني خاصة يعني الديانات الوضعية مثل الدرزية، كثير من الأسئلة ما عليها إجابة. النصارى كثير من الأسئلة ما عندهم عليها إجابة. حتى أنا في مقطع لأحد النصارى سأعرضه لك الآن. هيك أخوتي، حتى نقول اللي إلنا واللي علينا، الإسلام إيمان منطقي أكثر من إيماننا. لا إله إلا الله، هاي حلوة، لا إله إلا الله ومقبولة، وللعقل حلوة، وللإيمان أريح. بيجيك المسيحي بيقول لك لا إله إلا الله صح، بس الله ثلاثة. يعني بتقول له في ثلاث آلهة، بيقول لك لا، هن ثلاثة بس إله واحد. طب كيف ثلاثة وإله واحد بتفوت الدنيا كلها ببعض؟ فالإسلام يا إخوة هو الدين الفطري. يقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول صبغة الله. هذا الدين الموافق للفطرة الذي إذا سمعه الإنسان انشرح له قلبه.
يعني ذكر مسألة أن بعض الناس من المنتسبين للإسلام يسيئون إلى صورة المسلمين جدا بتصرفاتهم القبيحة. وبعض يعني الآن ترى على فكرة في مثل يقول يا غريبكم الأديب، بعض الناس يذهب إلى دول أوروبية أو غير أوروبية، يعني دول ليست فيها أكثرية إسلامية، فالتصرف الواحد يحسب على المسلمين كلهم، يقولون العربي الفلاني، المسلم الفلاني، السوري الفلاني، المصري الفلاني، ما يصفونه بأنه فلان بن فلان، ما حد يعرف فلان بن فلان، لا، يحسبون تصرفاته على دينه أو على قومه أو كردي عربي كذا أو على بلده أو على بلاد كثيرة. فدائما الإنسان لابد أن يكون حذر، لابد أن يكون هو يستشعر هذا الأمر ليكون صورة جيدة يمثل دينه. الآن بعض الناس إذا نظرت إليه وإلى حاله تجد إيش الفرق بينك وبين واحد نصراني، يعني إيش الفرق في ظاهركم؟ لا يوجد أي فرق في تصرفاتكم، لا يوجد أي فرق، مو بس النصارى، يعني أنا أقصد بشكل عام مسلم وغير مسلم، أيا كان نصراني ملحد يهودي أيا كان، إيش الفرق بينك وبينه؟ بل قد يكون بعض المتمسكين بدينهم من غير المسلمين، قد يكون دينه فيه تعاليم تمنعه من أشياء أنت لا تلتزم بدينك فتمتنع عنها. ذكر مسألة مهمة، أن هذا الأخ بعد أن تعلم الدين الإسلامي ودرس أصول الإسلام، عرف الإسلام الحق، فبعد ذلك لما نظر إلى الصوفية عرف أنهم مخالفون لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح الصواب. لكن المشكلة في من ينشأ في بيئتهم، الأذى الذي يتعرض له، يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمن هو وعملوا الصالحات، عمل الصالحات وصار يدعو وكذا، وتواصوا بالحق، صار يدعو الناس، يدعو أهله وكذا إلى الحق، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى في هذا الدين، لأن الإنسان سيؤذى. وفعلا عند الدروز إذاء كبير، يطردون ويعملون ويقاطعون، في أذى كبير، لكن الإنسان يتحمل لأجل الآخرة. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.